حبايبنا وايد توصل في جروبات الواتساب بالذات، انستغرام، اي مكان في السوشيال ميديا، يدز لك واحد رساله مقطع خاصه المقاطع الدينيه ويلزمك بالنشر. يعني خل انشر تؤجر، لا صار اذا ما نشرت انت راح يحاسبك رب العالمين وممكن تعاقب وتجام من النار وكل هذا. ما يصير، ماني ملزوم انشر اي مقطع لاي ادمي دزلي، ماني ملزوم، انت باي حق تلزمني؟ لا، المشكلة ان اكثر المقاطع فيها مشاكل، يعني حديث ضعيف ولا ما ايا كان. احنا نفترض ان المقطع صح، هل انا ملزوم انشره ولا انا متعاقب؟ ليش من حضرتك انت؟ ادري آية وادري ما القرآن عندي انا 24 ساعة والحديث موجود، ايش معنى لازم انشر انت تدزه؟ ليش انا مو ملزوم انشر كل الكتب اللي عندي في المكتبة؟ فلا حد يحس بحرج ولا يحرج الناس ان انشره، وانت اذا وصل لك مقطع لا تحس انك ملزوم تنشره ولا بيصير فيك شيء، لا لا لا، حسيت انه والله مفيد حاب تنشره بطيب نفس انشر جزاك الله خير، لكن والله انشره لازم لان هذا داز اذا ما نشرته بيصير فيك، لا لا لا، كلام ما له معنى. وشوي شوي بالراحه على الناس، خلي الناس تنشر بهدوء وتنشر الصح وتنشر بطيب نفس حتى تكون ناويه نشر الخير، وانا كنت مخوفها بشيء ما له يعني معنى. اسال الله يوفق الجميع.